سيدي موسى النهاية الدعوة مثلا عامة للحضور اللي بغيت مثلا ما حنا بوصلها. هو هذا المهرجان تقريبا غادي يولي سنوي ولا ديجا كان موجود؟ لا هو كان ديجا كاين مثلا نقولوا موسم كيديروه الناس مثلا نقولوا ملي كتنتهي موسم الحصاد. حنا دابا يعني بغينا نطوروه مع الحداثة إن شاء الله اللي كنطلق بها المغرب وبغينا نديروه مهرجان وهذا الدورة الثالثة ديالو اللي غادي يطلق فيها إن شاء الله. اللي هو مهرجان في يومين نهار الأول واسم كاين نهار الأول مثلا يوم الجمعة مساء ويوم الرسمي وهو يوم السبت من مثلا من 8 صباحا إلى الساعة 9 مساء. وتكلموا شحال القبائل اللي عرضتهم اللي غادي يمكن لهم يساهموا فيها؟ حنا مثلا نقولوا غادي تكون 41 حتى 45 50 يعني شربة ديال الجهة اللي غادي تكون إن شاء الله بحول الله. وهو الهدف من هذا المهرجان هو التعريف؟ التعريف والتواصل ما بين القبائل ومثلا الناس الأحواز ديال الوجهة. إلا بغينا نهضروا على القبيلة تاع المهيا باش كتميز؟ كتميز بالفروسية ديالها مثلا نقول هذه الأولى الميزة اللي عندها والكرم مثلا نقولوا اللي هو كيشتري على جميع المغاربة إن شاء الله. يعني هنا 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 المهرجان من اجل التواصل ومن اجل التعريف بالخصائص الخصائص اللي مثلا كتمتاز بها القبيله ديال المهايا القبائل مثلا المجاوره لمدينه وجده. لهذا انتم كتعرضوا الناس باش يكونوا حاضرين نهار الجمعه الجمعه 23 الساعه نعم هي الجمعه والسبت السبت والسبت وهو رسمي ربما مثلا الانسان اللي كيكون مثلا مقرر وهو السبت رسمي ان شاء الله بالتوفيق بالتوفيق ان شاء الله.